في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان وبمرافقة روحية من الأب جور شرايحة. تطرقت الحلقة إلى موضوع المغفرة، حيث أطلع الأب فرح حجازين كهنورعية اللاتين فرمامين السادة المستمعين على أهم الكلمات التي ختم بها السيد المسيح حياته الأرضية وهو على خشبة الصليب، مبتدئاً بإغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. وهو أيضاً في ساعات النزاع الأخير كان يطلب من الله المغفرة لصليبيه ولكل أعدائه ولكل البشرية جمعاء. كما تحدث البرنامج عن بعض الأمور التي تخص مكتب فضائية نورسات في الأردن، فإلى هناك. إحنا كعادتنا كل مرة في بداية الحلقة نستعرض نشاطات النورسات، مكتب النورسات، فمثل ما بتلاحظوا في هلا أمسيات فصحية موجودة في الرعاية، فبعثوا لنا بأمسية من أمستردام من كنيسة السريان الأرثوذكس، فأحيوا أمسية روحية ونقلوها على صفحتنا على النورسات، فكانت أمسية وصلاة جميلة منهم، مشكورين، منقولهم كل عام وأنتم بخير. طبعا عم بتشوفوا حاليا مؤخرا نشرة الأردن في أسبوع باللغة الإنجليزية لنورسات إنجليش، ومثل ما بتعرفوا إنه نورسات صار في قناة تتكلم اللغة الإنجليزية للمغتربين، للشعب المؤمن اللي يتكلم اللغة الأجنبية، و طبعا موجهة لكل العالم هي، زي ما بقولوا بشرى السارة تنطلق مع نورسات إلى كل العالم، فمنحب إنكم تتابعوها، فهي هذه النشرة الثانية من هذا الأسبوع، وإن شاء الله لقدام رح يصير في أيضا على نورسات إنجليش برامج أخرى باللغة الإنجليزية من الأردن. هناك أيضا بهذا الأسبوع صارت صيامات كهنة. الأسبوع الماضي كانت صيامة الكاهن الجديد على مذابح الرب الأب صفرونيوس حنا، ونتمنى له خدمة مباركة. وأيضا تمت صيامة الأب بسام حراني سابة حراني، فأيضا وهو من الكهنة المتوحدين بسموهم على مذابح الرب للكنيسة الأرثوذكسية، بنتمنى له خدمة مباركة ومبروك، ألف مبروك. وأيضا هناك رسامة جديدة للشماس بشارة سليم حداد من الروم الكاثوليك يوم السبت القادم، فسوف ننقله إن شاء الله مباشرة على صفحتنا، وأيضا على نورسات تلفزيون نورسات يوم الجمعة سيبث. طبعا قداسة البابا، احنا دائما بنغطي نشاطات قداسة البابا ورسائله خاصة في الزمن الفصحي اللي احتفلوا فيه يوم الأحد الماضي. بالنسبة لبرامجنا الأخرى أيضا هناك قداديس من الكنائس المختلفة من المارونية والسريان الأرمن من الأراضي المقدسة، وأيضا هناك تقارير من الأراضي المقدسة نقلناها لكم على صفحتنا على النورسات. ودرب الصليب كل نهار جمعة من كل كنيسة مختلفة تحييها جوقات الكنائس المختلفة موجودة أيضا على صفحتنا، وكانت جدا رائعة، يعني بالرغم من أنه ما فيش حضور مؤمنين لكن فعلا أداء رائع من الكهنة والمرنمين، أبدعوا. بازار الرحمة نحن أعلننا عنه بفترة عيد الميلاد، وأيضا مستمرين في بازار الرحمة على صفحتنا بازار الرحمة السادس، ولا طبعا الرقم اختلف لأنه مستمرين فيه، كان لعيد الأم وعيد فالنتاين، وأيضا هلا عيد الفصح في رهبنة الفرنسيسكان عم تعمل أشغال يدوية للبيض وتزيين البيض وتزيين الشعانين، يعني من كلها من التطريز والكروشيه، فجدا رائعة. إذا بتحبوا تزوروا صفحتنا على بازار الرحمة على نورسات، وأيضا لدعم هذه الفئات لأنه بيسوى أنه أنتوا إحنا هيك هيك شارين، فبيسوى أنه ندعم المؤسسات اللي بتعمل هاي الأشياء، منه من حقق الغرض أو مرادنا بالشراء، وأيضا أنه منساعد هذه الفئات. فكانوا يعملوا مثل هيك أشياء، هدول اللي على الموبايلات بيعلقوهم على رقبته للواحد على اساس انه يضلوا الموبايل معلق بدل ما ينسى هون وهون ويضيع، بضلوا معلق وبيستعملوا. فجدا رائع هذا شغل رهبات الفرنسيسكانيات والعراقيات، الاسر العراقيه اللي
موجودين في الأردن، فعدة أشكال طبعا أنا اخترت هذا اللون الفيروزي، وأسعاره كتير جدا يعني رائعة. وأيضا هناك الأشغال الأخرى مثل الكعك والمعمول للتحضير لعيد الفصح للي بيحب يشتري، وأيضا هناك منتجات خاصة احنا بفصل الربيع، منتجات الألبان والأجبان واللبنة والآخره والمخللات والزيتون وطبخات صومية كمان أيضا في ستات للي بيحبوا، يعني في أشكال متنوعة، التمر والتمور كهدايا، وأيضا في سلال محطوط فيها الكعك والمعمول والشوكولاتة والبيض المسلوق. فاللي بيحب انه يزور صفحة بازار الرحمة منه بتكسبوا أجر إنه تساعدوا هاي الفئات، لأنها فئات بحاجة للمساعدة، خاصة وإحنا منعيش ظرف كورونا، وإحنا الوضع الاقتصادي بالعالم كلياته صعب، فنحن كمان أيضا الوضع الاقتصادي صعب، وبعض الفئات فعلا تأثرت جدا خاصة مع الإغلاقات القطاعات العمل واللي بيشتغلوا بالمياومة، فتأثرت حالتهم الاقتصادية، فبسوى أنه بعمل أعمال الرحمة أنه ننظر لهدول الأشخاص ونساعدهم. فأنا بشجعكم ممكن كمان نشير بعد الحلقة جروب بازار الرحمة علشان تطلعوا عليه وتطلعوا على منتجاته، ومشكورين جدا لكل دعم وكل إنسان بيقدم دعم للنورسات، وأيضا مشكورين كل الأشخاص اللي عن طريق زين كاش الابليكيشن التطبيق الموجود على الموبايل عم بيبعتوا بتبرعاتهم، ولو إنها زهيدة بس فلس الأرملة يعني نحن بحاجته كنورسات مكتب الأردن وأيضا نورسات لبنان. فلس الأرملة فلس على فلس بيجمع وبيخلينا نستمر في رسالتنا، فما تبخلوا علينا بهالفلس الأرملة لدعم نورسات ورسالة نورسات حتى نستمر. أبونا اليوم موضوعنا عن الطبيعة البشرية، هل هي قادرة على المغفرة؟ فالطبيعة البشرية وموضوع المغفرة والمسامحة والمصالحة، فربنا عالم بهذه الطبيعة لأنه هو اللي خلق البشر وهو جبلها من هذه الجبلة. تخبرنا أبونا أنت هيك بأسلوبك وطريقتك نحكي عن الطبيعة البشرية وقدرتها على المغفرة وكيف نقدر نساعد الإنسان المؤمن إن شاء الله. تفضل أبونا. في الواقع اليوم حديثنا بنطلق من كلمة من كلمات يسوع على خشبة الصليب، لما صلى وقال يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فحديثنا راح يكون في ثلاث نقاط. أولا مقدمة لكلمات يسوع السبع على خشبة الصليب، ثم نشرح كلمة يا أبتا اغفر لهم، والنقطة الثالثة هناك حقيقة أكيدة يجب أن نتذكرها. أولا مقدمة عامة لكلمات يسوع السبع على خشبة الصليب. لم يتكلم يسوع أثناء المحاكمات ولا أثناء التعذيب والاستهزاء إلا نادرا، أما على الصليب فقد تكلم من أجلنا من أجل خلاصنا. نلاحظ في كلمات يسوع على الصليب عنصر العطاء، إنه وهو على الصليب في مظهر الضعف والانهزام كان يعطي، أعطى لصالديه المغفرة، أعطى لصليمين الفردوس، أعطى للعذراء ابنا روحيا، أعطى ليوحنا أما مريم العذراء، أعطى للآب الكفارة عن خطايا العالم، وأعطى العالم الفداء والخلاص. الملاحظة الثانية في ترتيب كلمات يسوع على الصليب، إنه فكر أولا بغيره ثم بنفسه. أولا طلب المغفرة للناس، فتح باب الفردوس أمام اللص قبل أن يفكر بأحبائه العذراء ويوحنا، وقبل أن يفكر بنفسه، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كل هذا يذكرنا أن يسوع كان يعمل دوما من أجل غيره، كالراعي الصالح الذي يبذل نفسه من أجل غنمه، والملك الذي ما جاء ليخدم بل ليخدم. ثانيا ما معنى كلمة يسوع يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون؟ المسيح في غمرة ألامه وأحزانه يفكر في إنقاذ كارهي وصالبيه، لأن ابن البشر لم يأتي لكي يهلك بل ليخلص الناس، وإرادة الله ليست في هلاك الخاطئ بل في توبته وخلاصه، فهو يريد خلاص جميع الناس والخطأ قبل الأبرار. كذلك نسمعه يقول أول كلمة على الصليب يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
كانت محبة يسوع لصالبيه أكبر من عداوتهم له، فهو لم يطلب لهم الغفران فقط، وإنما أيضا التمس لهم عذرا لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. طلب لهم المغفرة وقدم عنهم عذرا مدافعا عنهم أمام الآب السماوي، معلنا أن خطيئتهم هي مجرد خطيئة جهل. إن السيد المسيح في غفرانه لصالبيه قد قدم مثالا عمليا لتنفيذ تعاليمه. هو الذي قال يوما: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فهو ينفذ ما سبق أن أوصى به الناس، إن الرب لا يعطي وصايا للآخرين دون أن ينفذها بنفسه. لقد نفذ وصية محبة الأعداء عندما غفر لصالبيه. وأنت أيها الأخ المسيحي المؤمن، ما هو موقفك من هذه الآية: يا أبتا أغفر لهم؟ يا ليتك عندما تسمعها تقول في الصدق: وأنا أيضا يا رب سأفعل مثلك. كل الذين أبغضوني وأغضبوني، كل الذين أتعبوني واضطهدوني، كل الذين ضايقوني وأساءوا لي، اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون.